بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى نهايات تدبرنا في سورة قل يا أيها الكافرون، السورة العظيمة ذات 6 آيات عظيمة المعاني والمقاصد والرسالة والهدف الذي تؤديه، بفواصلها، بمفرداتها، بحروف أصواتها، بأجوائها، بموضعها بين السور التي جاءت في ترتيب المصحف، تقدم لنا اليوم رسالة وكأنها تخاطب العالم أجمعين، أصحاب الحق، أصحاب الحق الذين ينبغي أن يكونوا على قدر المسؤولية اعتزازا وتبنيا وإعلانا وإبلاغا للحق الذي شرفوا بأن يكونوا من أهله. تقول لي أي حق؟ أقول لك حق الله على العباد، التوحيد. التوحيد هذه القضية الجوهرية التي هي ليس مسألة شخصية ولكنها قضية حاضرة بقوة في رسالة القرآن. وقلنا في المرة السابقة أن موضع السورة في كتاب الله في نهايات الجزء 30 جاء ليؤكد هذه الرسالة، ثم ذاك السياق المرتبط بمناسبات السورة التي قبلها والتي بعدها، سورة النصر التي بعدها التي جاءت بإعلان مجيء النصر، ونسبت هذا النصر كما سنأتي على تدبرها بإذن الله للخالق جل شأنه. هذا النصر الذي ربي جل شأنه قادر على أن يظهره في أي وقت، في أي مكان، في أي بيئة، في أي زمان، بدون معايير، بدون مقاييس، بقدرة وإعجاز ربي جل شأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن شاءت حكمته وإرادته وقدرته أن يجعل لهذا النصر أسباباً ومسببات وقوانين لا بد للخلق أن يلتزموا بها ويسيروا عليها. إن تنصروا الله ينصركم. من هنا هذا الترابط في السياق في مواضع السور بين سورة قل يا أيها الكافرون وإذا جاء نصر الله، بمعنى أن الوصول إلى هذه المرحلة البراءة المطلقة من الشرك بكل أشكاله وصوره، اعتقادي، عملي، سلوكي، كل أشكال وأنواع، الوصول إلى مرحلة البراءة المطلقة وإعلان التوحيد والاعتزاز به منهجا في الحياة، هذا هو مفتاح النصر. وذكرنا في المرة السابقة وقلنا ونؤكد أن هذه البراءة مطلوب منك أيها المؤمن الموحد أن تعلنها خفاقة وتعلي رايتها في نفسك واعتقادك وقلبك وإحساسك ويقينك وفي حياتك وفي واقعك وفي سلوكك، ثم بعد ذلك المجتمع بأسره، المجتمع الذي يتبنى الإيمان والتوحيد عقيدة ومنهجا وسلوكا وتشريعا وحكما بما أنزل الله الذي تؤمن به. ثم على مستوى العلاقات بين الأمم والشعوب والمجتمعات، قد يقول قائل ولكن كيف، ولا بد من العلاقات. من قال لك أن منهج التوحيد يعني أن تقطع أواصر الإنسانية؟ بالعكس تماما، منهج التوحيد هو المنهج الوحيد الذي يوصل بين الأواصر الإنسانية، يوصل ما أمر الله به أن يوصل.
تدبروا معي في الآية العظيمة في سورة البقرة: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أعطاك السر، أعطاك السبب الحقيقي وراء تقطيع أواصر ووشائج الإنسانية: الكفر والإيمان بالله، عدم الإيمان بالله، بمعنى أن الكفر هو قطع لذاك الميثاق بين العبد وربه. فمن قطع الميثاق ومن قطع ما أمر الله به أن يوصل بين العباد وبين خالقهم بالتوحيد والإيمان والتسليم، هو أكثر قطعا وأعنف قسوة وشدة وغلظة واعتداء على الآخرين، وعدم مراعاة لحقوق الإنسانية بكل أشكاله وصوره. ونحن نشهد والعالم بأسره يشهد، كلما زاد الإنسان بعدا عن خالقه وكفرا به وجحودا بمنهجه واستكبارا وإعراضا عنه، زاد طغيانه، زاد جبروده، زاد جبروته زيادة أرهقت وأهلكت الإنسانية من حوله. زاد الفساد، زاد الظلم، زاد العدوان، زادت الإهانة والامتهان لحقوق الإنسان. هذه ما جاءت هكذا. ولذلك ربط القرآن في سائر سوره المكية والمدنية بين الكفر والظلم، بين الكفر والعدوان، بين الكفر والطغيان، هذه قضية حقيقة واقعة. لماذا؟ قطع الحق الذي ينبغي أن يوصل، ما عرف للخالق الذي خلقه حقا فإن له أن يعرف لغيره حقا. إذن هذه السورة المباركة التي يخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها من السور التي كان يحرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قراءتها بعد الفاتحة، حتى قال: ما أحصي. ماذا ما أحصي؟ يعني لا أستطيع ولا أقدر أن أعد المرات التي كان يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر، يعني سنة المغرب وسنة الفجر: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد. لا أستطيع أن أعد لكثرة حرص النبي المبجل صلى الله عليه وآله وسلم في قراءة وتلاوة هاتين السورتين. ترى ماذا في السورتين لأجل أن يحرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهما هذا الحرص؟ توحيد، إعلاء كلمة التوحيد، الإخلاص. في هاتين السورتين براءة من الكفر والشرك وأهله، إقرار بالتوحيد الخالص، إثبات صفات الكمال لله سبحانه، نفي صفات النقص عنه جل شأنه. في ذات الوقت سورتان خفيفتان تتناسب مع خفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم في هذين الوقتين. في الركعتين سورة قل يا أيها الكافرون، سورة قل هو الله أحد. تدبروا معي في هذه المعاني العظيمة: واحدة كامل البراءة المطلقة من الشرك وأهله ونبذه بكل الأزمات، تحت كل الظروف، تحت كل المتغيرات، تشهد أن لا إله إلا الله، لا أعبد ما تعبدون، حتى ولو كان فيما تعبدون خير الدنيا بأسرها، ولا خير في شرك ولا كفر، لكن الخير الظاهري قوة وسلطة وجاه وقدرة. قد يتوهم البعض من السذج أن الخير في اتباع منهج الكفر والعياذ بالله والشرك، باعتبار أن هؤلاء الشرذمة الذين يسيطرون على مقدرات العالم انتهجوا الشرك والكفر، لا دين يريدونها، لا دين. لكن بئس به من منهج. تدبر القرآن بكلمات معدودة وألفاظ محسومة محسوبة، يعيد الأمور إلى نصابها،
لا أعبد ما تعبدون تحت أي ظرف من الظروف. هذا الاعتزاز القوي المطلق في نفس الإنسان الفرد والمؤمن والمجتمع والدولة هو ما نحتاج إليه اليوم، هو أكثر ما يحتاج إليه المسلمون اليوم. نحن على سبيل المثال كمسلمين اليوم ليس الإشكالية في أعدادنا، بل بالعكس نحن في زيادة في العدد، نحن في تكاثر أمام ومقارنة بكل الأمم الأخرى. إذن العدد ليس عندي فيه مشكلة، موارد ليس لدي فيها مشكلة، طاقات ليس لدي فيها مشكلة، عقول قادرة على أن تبدع وتنتج وتصنع وتفعل ليس لدي مشكلة. أين المشكلة؟ المشكلة أنك أنت يا إنسان كرمك الخالق بأن أنزل عليك منهجا تدعي أنك تسير عليه وتتبعه، لكنك تتبعه ليس بقوة. لذلك قلنا ونؤكد يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خاطب بني إسرائيل خذوا ما آتيناكم بقوة. وهذه الأمة مطلوب منها أن تأخذ هذا الكتاب العزيز القرآن العظيم بقوة، وليس المقصود كما نؤكد في كل مرة قوة سلاح ولا قوة، القوة بكل أشكالها، قوة في الإيمان والاعتزاز والاعتقاد أنت بداخلك فيما أنت تؤمن به، هذا أعظم دافع للقوة. يطالعنا عشرات مئات آلاف من هؤلاء الذين يروجون لقضية التنمية والبشرية والكذا وإلى آخره، والبرمجة اللغوية والعصبية وإلى آخره، أنه أهم نقطة ودافع أن يبدأ الإيمان والإحساس بالقوة والقدرة على الفعل والعمل والإبداع والإنتاج من داخل الإنسان الفرد، أن يستشعر بقوته من داخله. إن لم يؤمن بنفسه من سيؤمن به؟ تدبر معي هنا في الآيات العظيمات في سورة قل يا أيها الكافرون، إن لم تؤمن بأن دينك هو الحق وأن المنهج الذي في دينك هو الحق، كيف سيؤمن الناس بما تؤمن به؟ تقول لي ولكن كيف لا أستطيع أن أكره؟ من قال لك أن تكره أحدا على اتباع دينك؟ لم يقل بهذا أحد، لا إكراه في الدين، لكن المطلوب أن تعتز بهذا الإيمان، أن تؤمن أن هذا هو الحق، أن تمشي في حياتك وتسير في سلوكك ومعاملتك وبيعك وتجارتك ونهجك وتعليمك باعتبار أن هذا هو النهج الحق، أن تدرك تماما أن العالم متعطش يتوق إلى القيم التي جاء بها هذا الكتاب العظيم. فلا يحولن بين العالم وبين الوصول إلى قيم القرآن العظيم ضعفك وعجزك وعدم اعتزازك وشعورك بأحقية هذا الدين، بعظمة هذا الدين وهذه القيم. هذه الإشكالية الوحيدة، لا إشكالية أكبر منها في حياة المسلمين، أفراد ومجتمعات وأمم على كل المستويات. ألا ترى معي حتى في مناهج التعليم، في المدارس، في المعاهد، في الجامعات، أفراد أمم على مستوى الأفراد، كل ما يأتي ويفد من الغرب أو الشرق طالما أنه من الخارج على العين والرأس يرى فيه فتحا، وكل ما يأتي في الغالب من ذاته ونفسه ودينه إن لم يصرح به البعض حياء أو خجلا على الأقل في داخله يشعر بأنه غير جدير بتلك العناية. التأمل، وقلنا هذا وذكرنا في مرة كثيرة، عشرات الآيات في كتاب الله تحض على التأمل في السماوات، في الأرض، في الطبيعة، في الخلق، في الشجر، في كل شيء. ما من كتاب يعزز الارتباط بين الإنسان والطبيعة كالقرآن، ورغم كل هذا قرون ممتدة المسلمون لا يكاد ولا تكاد تشعر عندهم هذا الاهتمام بهذه الظاهرة.
إلى أن تأتي اليوغا وغير اليوغا وكذا، وتقول لهم تعالوا وافعلوا كذا واجلسوا في الخارج ليرون أن فيها الفتح، فتح جديد عظيم فعلا. لما أخرج ولما أجلس ولما أفعل ولما أجلس بعد الفجر في جلسة ذاتية وتأمل مع نفسي وفي الطبيعة أشعر براحة، أشعر بك. كل الآيات في القرآن، كل الآيات التي تقرأ ما حركت فيك شعورا بأن هذا هو الإيمان، هذه الراحة التي تجدها. كل الأحاديث وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم الفعلية والعملية والقولية عن الفجر وعن التسبيح في الفجر بكرة وأصيلة وعن ذكر الله وعن بارك لأمتي في بكورها، كل هذا لم يحيي فيك شيئا ولم يحرك فيك ساكنا حتى تأتي مناهج أخرى مبنية على فلسفات أخرى مختلفة تماما، حتى تشعر بالراحة لما تقول لك استيقظ من الفجر. يا عجبا، هل نتوقع من أمة وأفراد ومجتمعات وأسر ومؤسسات هذه حالها أن تظهر اعتزازا بهذا القرآن؟ أنت إذا لم تكن معتزا وشاع مستشعرا لهذا العز بكتابك، كيف ستستطيع أن تقنع الآخرين بأن هذا الكتاب فيه عز؟ هم يرون الإنسان، يرون الفرد، يرون النموذج والواقع والسلوك، لا يعتز بدينه، لا يعتز بكتابه، يمشي في الحياة على استحياء حين يقول أنه مسلم، يغطي في بعض الأحيان. لدينا شباب ولدينا بعض الأشخاص رجالا ونساء لمن يخرج إلى الغرب يخجل من لباسه، يخجل من التزامه، يخجل من صلاته، يخجل أن يقول أنا مسلم. هذه التي تستحق أن تعتز بها، فخر لك. تدبر معي كيف ستوصل الرسالة للعالم. ولذلك أنا أقول في أكثر من موضع، الإشكالية الخطيرة في المجتمعات المسلمة المعاصرة أن الكثير من المسلمين اليوم أصبحوا حجر عثرة أمام وصول رسالة القرآن للعالم، بالسلوك الخطأ، بالتخلي عن الدين والاعتزاز به، بعدم رؤية الحق فيه. صلي، يصوم، يفعل بعض الشعائر الدينية بدون شعور، كأنها حركات أوتوماتيكية، غير مؤمن بها، ورثها عن آبائه، عن أجداده، عن أي شيء. النتيجة هذه الرسالة التي تمشي وتصل للعالم. تدبر معي في هذه المعاني العظيمة. قال لا أعبد ما تعبدون. ظروفك صعبة، ظروفك شديدة، في اعتداء على القلة الذين يتبعونك، لا أعبد ما تعبدون. تدبر معي في التعبير، لا أعبد ما تعبدون، جاء التعبير عنه لا أنتم عابدون ما أعبد، التعبير جاء بالجملة الفعلية والإسمية في حق، نفي وإثبات مع لا أداة النفي الداخلة على الفعل، لا أعبد ما تعبدون. لماذا لا الداخلة على الفعل؟ ليجمع بين الحال والاستقبال، وينفي عن نفسه ويبرئ نفسه صلى الله عليه وآله وسلم من التلوث بداء الشرك وعدم الإيمان بالله. شيء آخر تدبروا معي في هذه المعاني، في الحديث عن ذاتية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة المفرد أعبد، ما أعبد، عابد، يدين، لأن قضية الإيمان قضية فردية لا يتوارث الإنسان عن أمه وأبيه وجده، نحن نتوارث صحيح، هذا شرف لك أنك ترث دينك عن أب عن جد، لكن في قضية الإيمان لابد أن تجدد في إيمانك وتوحيدك، أن تكون موقنا أن هذا الدين الذي وردته عن آبائك وأجدادك هو الصح والحق. القرآن من أوله لآخره يطالبك أن تراجع، أن تفعل عقلك، تفكيرك في هذا الإيمان والثبات حتى تصل لمرحلة اليقين بأن هذا هو الحق.
وبالتالي البراءة المطلقة من الشرك والكفر والجحود بكل ألوانه وصوره. النفي هنا بمنزلة التأكيد والإثبات. تدبر معي كيف خدمت أصوات الحروف والكلمات المعنى الذي تريده السورة والمقاصد في المعاني. على سبيل المثال أصوات المد الطويلة لا ما يا لا جاءت لأجل أي شيء؟ جاءت وكأنها توجه النفي للشرك والكفر كالصفعات على وجوه ورؤوس هؤلاء من المشركين. صفعات. شيء آخر في طول المدود الطويلة الموجودة التي هي ظاهرة في هذه السورة المباركة لأجل أن يعطيك طول الأمل والبال الذي كان عليه هؤلاء المشركين في عمليات المساومة والمداهنة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد أن ييأسهم ويقطع رجاءهم. إياكم أن تقتربوا من هذه المساحة، لا ما تخيفون وترهبون ولا ما تساومون عليه وتداهنون، لا ترغيب ولا ترهيب. وذكرنا في المرة السابقة صوت العين والباء والدال في عبد وعابد وتعبدون ويعبدون يلفت النظر تماما. هذه العين التي هي أنصع الحروف ولذها سماعا حتى كأنها عن 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 تكررت في السورة المباركة، تتسق مع الأجواء المساومة التي كان يمارسها هؤلاء من صناديد قريش والتي وجهت بالنفي التام القاطع والإثبات. شيء آخر في قضية ذاتية منهج العبادة، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يعبد الله بذاتيته بمنهج من الله سبحانه. من هنا قال لكم دينكم ولي دين، ولما يأتي بكلمة لكم التي تحمل كل أشكال التملك، هذا الدين والمنهج المعوج الذي لديكم. تدبروا معي، هذا لكم بكل أشكاله وصوره يجمع التملك، لكن لمن يقول لي دين ما قال لنا دين، قال لي دين مقصور علي لأن قضية الإيمان ذاتية كما ذكرنا. والإشارة واضحة ومبينة أن منهج الكفر والنفاق والإلحاد وكل المناهج المنحرفة في العبادة، في عبادة غير الله سبحانه، العقل الجمعي هو الأساس والدافع لها ووراءها. الناس على دين آبائهم وأجدادهم وقبائلهم وعاداتهم وأعرافهم وتقاليدهم والتيار السائد الذي يتأثرون به وعقدة الشعور بالنقص إزاء الغالب وأن يكون المغلوب مولعا بتقليد الغالب، كل هذه العقد الاجتماعية. تدبر كيف القرآن رد عليها في هذه السورة المباركة بطريقة غير مباشرة. أعبد كافرون تعبدون عابدون عبدتم وعابدون لكم دينكم، كلها بصيغة الجمع، تيار الجمعي والعقل الجمعي السائد كما يقال. بمعنى آخر واضح جدا أن سيادة هذه المناهج في العبادة المنحرفة تأتي نتيجة لعوامل اجتماعية غالبها يتعلق بالعقل الجمعي وتقديم ما يطلبه المستمعون والمشاهدون، بينما في قضية الإيمان المحسومة الفاصلة التاركة لكل ما يعبد هؤلاء من انحرافات ومناهج وإسقاطها تماما، قضية ذاتية نابعة من اعتزاز الفرد. ولذلك نؤكد دور الفرد المسلم في الاعتزاز بدينه حتى لا يقول قائل ولكن أنا ولا أستطيع وأنا واحد وأنا فرد. نحن لا نتكلم هنا إلا على مستوى الفرد. أنت يا فرد هل لديك نصيب وافر
واضح من الاعتزاز بدينك والشعور بقيمة إيمانك وتوحيدك، أم القضية ما زالت في على الهامش تسير مع السائرين وتمشي مع الجمع؟ تدبر معي في هذه. ولذلك ليس من العجب مطلقا أن يبقى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سنوات أعوام طوال في مكة وما آمن معه إلا قليل. وليس من عجب أنت تتتبع في سور القرآن وتجد الأنبياء الكرام عليهم السلام ما آمن معهم إلا قليل، القلة وقلة مستضعفة. لماذا؟ حتى يعطيك القرآن رسالة أن قضية الإيمان ليست قضية قلة وكثرة وقوة وضعف ومال وفقر وقدرة وعجز، لكن هي قضية خالية من الخضوع لأي شكل من أشكال الظروف والمتغيرات. إيمان تعبد الله سبحانه وتعالى على كل حال. بعض المسلمين اليوم يعبد الله في الرخاء ولا يعبده في الشدة، إذا ما أصابته ضراء وشدة انقلب على وجهه، لماذا ربي يعمل فيك كذا والعياذ بالله من هذه كلمة، وأنا أؤمن به وأصلي له. صلاتك وإيمانك لنفسك، تدبر معي في هذه المعاني. هذه إشكالية خطيرة، أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن يعبد على حرف. العبادة لابد أن تكون متغلغلة في كل سلوكيات الإنسان وأخلاقه وتعاملاته، نابعة منبثقة من قلبه وإيمانه وتوحيده الخالص. من هنا نفهم لماذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بهذه السورة المباركة في الأوقات مغرب وفجر، انقضاء يوم وبداية يوم، هذا التذكير المستمر والحاجة لتجديد الإيمان والتوحيد في القلوب والنفوس. فإذا كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم نموذج التوحيد الخالص يعطي لأمته هذه الرسالة البينة، فما هو واجب هذه الأمة لكي تفهم وتعرف؟ تجدد، تبرئ قلبك في كل وقت من كل أشكال الشركيات والخلل في التعامل مع أشكالية التوحيد، وأن تجعل هذا التوحيد واقعا وسلوكا في حياتك. وقلنا ونؤكد، التوحيد ليس مجرد كلمة تقولها، هي جزء منها أن تتلفظ بها وتعلنها صادقة خالصة قوية مزلزلة في ذات الوقت، منعكسة على جوارحك وأفعالك وتصرفاتك. لا تقبل الخطأ، لا تقبل الحرام، لا تقبل الغش، لا تقبل الخداع، لا تقبل المكر، لا تقبل الظلم، لا تقبل الاعتداء على الآخرين تحت أي بند وستار. إيمانك وتوحيدك في النهاية، قال لكم دينكم ولي دين، كما قلنا دينكم لي دين، مقصور عليه صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية الكريمة، كأنها رسالة واضحة يعطيها لكل هؤلاء وللعالم جميع. أترون لو أن هذا التوحيد الخالص الصادق ما آمن به إلا أنا، هو ديني الذي أعتز به، ما أحوجنا اليوم إلى هذه الرسالة، ما أحوجنا له. بعض الناس اليوم يقول لك أنا، أو بعض حتى الفتيات أو النساء، إذا رأيت الناس في مجال التستر والاحتشام احتشمت، لأن الجو العام يشجع على الاحتشام. رأيت أن الجو العام لا يشجع على شيء آخر، إذن أمشي مع التيار، بئس به من منهج. لي دين، أنا لي دين أعتز به، أنا لي منهج، لا أكون إما أسير وراء الخلف وخلف الجموع ولا التيار السائد، لا، مهما كانت العواقب أعتز بديني حتى لو كان ذاك الاعتزاز وعكس التيار، بحكمة بحكمة وحسن تصرف وموازنة بين الأمور. وقلنا ونقول
ما بال هذا النبي الكريم الذي عرف عنه الحلم والتريث والتأني، لما تأتي المسألة عند قضية الإيمان والتوحيد الخالص يعلنها مدوية قوية بأشد أنواع القوة، لأن الموضع يحتاج لقوة واعتزاز. ما يحصل في العالم اليوم من ظلم واعتداء على أبرياء في غزة، في فلسطين، في بقاع في الأرض، نتيجة لإيمانهم بالله الواحد الأحد، هذا لا يحتاج إلى خنوع ولا إلى دعوات تقال بالهمس ولا إلى احتجاجات هكذا تستحي أن تصرح بالحق أو تجهر به أبدا. اعتزاز، قوة، إيمان، دفاع عن هذا الحق، لأجل أي شيء؟ لأجل أن يقف الباطل عند حده وتنكسر شوكة ذلك الباطل وتندحر هذه الاعتداءات. وأنت في واقع الأمر حين تنصر الحق وتسهم في إزهاق الباطل، أنت تقدم أعظم الحماية لنفسك ولأهلك وأسرتك ومجتمعاتك، طوق النجاة. لأن المعتدي إن اعتدى اليوم على جارك واعتدى على أخيك واعتدى على من هو قريب أو بعيد عنك بنفس القيم والمبادئ وبنفس السلاح، غدا أو بعد غد يمكن أن يعتدي عليك، والأمر لله من قبل ومن بعد. نحن اليوم في هذه الأجواء أكثر ما نحتاج إلى إحياء وتجديد هذه السورة في حياتنا. كيف إحياء وتجديد؟ اقرأ، اقرأ بقوة، خذها بقوة، تمسك بها بقوة، جددها في حياتك بقيمها وآياتها وحروفها ومدها ووصلها وفصلها، لأجل أن تكون الفاصلة في حياتك وفي قلبك وعقلك بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.